يقول وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هؤلاء الرجال على قول جماهير أهل العلم هم من استوت حسناتهم وسيئاتهم. نحن عندنا قول الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية. طيب من تساوت موازينهم؟ لم يذكروا. فالذين ثقلت موازينهم أي الصالحات إلى الجنة، والذين خفت موازينهم إلى النار. طيب الذين تساوت موازينهم ما خفت ولا ثقلت، وإن كانوا قليلين بالنسبة لمن ثقلت وبالنسبة لمن خفت موازينهم إلا إنهم موجودون. قالوا هؤلاء أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. هذا قول أكثر المفسرين. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هؤلاء هم الأنبياء الذين يكون على الأعراف، وقال بعضهم ملائكة، وقال بعضهم الشهداء، وقيل غير ذلك. ولكن الذي عليه أكثر المفسرين أن هؤلاء الذين على الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، وهذا هو الأظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى.